بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسرني أن أشارك في مؤتمر في عمان الجزائر، وأقدم هذه المداخلة التدقيق اللغوي في خدمة ويكيبيديا. أنا الدكتور طه زروقي من جامعة البويرة بالجزائر. سأتحدث في هذه المداخلة عن التدقيق الإملائي، التصحيح التلقائي، والتدقيق النحوي. وأوجه محاضرتي خصوصا للعمل على ويكيبيديا. الأخطاء اللغوية، يمكن أن نعرف التدقيق الإملائي أنه أهم وظائف الكتابة السليمة، سواء كان برمجيا أو ببرامج مساعدة تساعد اكتشاف الأخطاء وتقترح تصويبات. وقد ظهرت المدققات مع بداية ظهور برامج الكتابة على الحاسوب، مما جعلها مطلوبة أكثر وأكثر. وإذا ذكرنا ويكيبيديا، فإن ويكيبيديا من أهم ما فيها هو تحرير النصوص وتحرير المقالات، وهذا يتطلب التدقيق دائما. يعد الإملاء العربي من أسهل الأمال لغات العالم، ذلك أن مصادر الصعوبة فيه قليلة لا تتعدى كتابة الهمزة والألف والتاء، مواضع الحذف والزيادة، والفصل والوصل، وهذه قليلة جدا إذا قيست بما ورد وهو موجود في أمال اللغات الأخرى. على كل حال، هذا سهل، لكن لماذا كل هذه الأخطاء؟ القول أن الإملاء العربي سهل يتناقض مع الواقع المؤلم المليء بالأخطاء، وهذا راجع إلى ضعف الملكة اللغوية، استعمال العامية واللغات الأجنبية، هيمنة اللغات الأجنبية، عدم الاهتمام، وقلة الاطلاع. هذا ما يجعل الإملاء يبدو صعبا وكثير من الأخطاء، لكن في الحقيقة إذا تعاملنا معه تقنيا أو تعاملنا معه تعليميا، هذا يعتبر من أسهل الأمور، خصوصا الذين يعرفون اللغات المختلفة. تنقسم الأخطاء الإملائية إلى ثلاث أنواع: الخطأ في الفكرة، الخطأ في التعبير ونعتبرها أخطاء لغوية، الخطأ في نطق الكلمة، أحيانا تكون الكلمة مكتوبة خطأ، أو الأخطاء الإملائية في التهجئة، أو في الرقم أثناء الكتابة تحدث بعض الأخطاء، نسميها أخطاء مطبعية، أو أخطاء في الكلمات المكتوبة. مشروع المدقق الإملائي مفتوح المصدر، هذا المشروع الذي سأتحدث عنه هو الأول. مشروع ايسبل هو مشروع يساهم في تدقيق اللغة، في تدقيق الرسائل، وهو في تدقيق رسائل مساهمة على الإنترنت، مدقق حر يدمج في برامج كثيرة، يحتوي على برنامج على قاموس عربي حر. هنا المثال حول كلمة التحق التي فيها خطأ، وهذا نص من النصائص، أو كلمة مثل مدينة العرائش الغير معروفة في المدقق. المدققة الإملائية تنقسم إلى قسمين: مدققة مفتوحة المصدر ومدققة تجارية بالنسبة للغة العربية. في المدققة مفتوحة المصدر هناك عدة مدققات وتجارب مختلفة، وأهمها هي تجربة هانسبل، مدقق هانسبل الذي صار مستعملا كثيرا. لذا فإن عملنا على دعم اللغة العربية منذ سنوات، يعني منذ حوالي سنة 2000-2008. ينقسم المشروع إلى قسمين: بناء القاموس اللغوي باستعمال الخصائص المتوفرة في برنامج هانسبل، إضافة خاصية إخفاء التشكيل. هذه المراحل، كل هذه المراحل انتهت بإصدار قاموس معين، لكن مثل هذه المشاريع لا تنتهي، لأنه لابد دائما من إثراء القاموس بالمستجدات وتصحيح لها فوات. كيف يعمل القاموس؟ كيف يعمل المدقق؟ يقسم الكلمة إلى سوابق ولواحق، ثم إذا كان هناك خطأ ولم يتعرف على الكلمة، فإن هذا سيقوم بالبحث عن الجذع في القاموس، ثم يدرس توافق الجمع مع الزيادة. إذا كانت الكلمة صحيحة لا يهتم، المهم هو إذا كانت الكلمة خاطئة يولد مجموعة من الاقتراحات التي تعطينا خيارات مختلفة. مراحل جمع القاموس جمع المادة اللغوية لبناء القاموس، تقعيد القاموس بصيغة المدقق الإملائي هانسبل، وإضافة إشغال تشكيل برمجية. الاعتماد على بناء قاموس المدقق الإملائي يعتمد على معالجة قسمين مهمين، وهو مراجعة الأفعال ومعالجة الأسماء. هنا الأفعال الموجودة في هذا البرنامج حوالي 10,000 فعل، بما يقابله 40,000 اسم، يعني هذه الأشكال الأساسية، ومنها تتولد ملايين الأشكال المختلفة. يتكون القاموس في المدقق الإملائي من ملفين: ملف خاص بالمفردات وملف خاص بالزوائد أو بالقواعد، يعتمد على قواعد إلحاق الزوائد المختلفة، بينما ملف المفردات يحتوي على حوالي 50,000 كلمة، منها 10,000 فعل و 40,000. هذا هنا هو العمل الكبير أو العمل الحقيقي المتعب. البقية هنا
يعتمد على طريقة البرمجة. برنامج القاموس إلى وقت في وقت بعيد يعني حتى الآن لا نعرف ما هو عدد تحميلات أصبح من البرامج المستخدمة كثيرا. القاموس ممكن استعماله في فايرفوكس، ثندربيرد من موزيلا، الأوفيس مثل أوبن أوفيس وليبر أوفيس، وأيضا بعض البرامج الأخرى مثل جيد. يمكن رؤية المدق الإملائي في على فايرفوكس بهذا الشكل. يمكن أيضا تجربته على ويكيبيديا. هنا استعملت مدقق إملائي لفايرفوكس أو متصفح فايرفوكس، واستخدمت خاصية اللغة فظهرت لي الكلمات عند تحرير مقال على ويكيبيديا. على مكتب أو لايبر أوفيس يمكن الاطلاع، يمكن استعماله كثير من الناس. إذا كنت تستخدم أصلا هذه الأدوات باللغة العربية، فايرفوكس، لايبر أوفيس، جي إيديت وثندربيرد، فأنت تستعمل حتما قاموسا. التصحيح التلقائي هو نوع من أنواع التدقيق. مثلا تشريح في اللغة العربية لبعض الأخطاء مثل عدم التفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع، الخلط بين الحروف المتشابهة والضاد والضاء، إغفال نقطتي الياء، وثانيا كتابة التاء المربوطة ها. التدقيق الإملائي يقترح عدة تصويبات يختار منها المستخدم ما يلائمه. أما التصحيح التلقائي فيعنى أولا بالأخطاء الإملائية الشائعة بطريقة نمطية، يعني هناك نمط معين، ويمكن أن يكون هذا التصحيح الكلمة على وجه واحد فقط. مثلا الأخطاء الإملائية مثل استعمال، كثير من الناس يخطئ في كتابة كلمة استعمال بوضع الهمزة القطع التي لسنا بحاجة إليها هنا. كيف يعمل؟ هنا يعتمد على طريقتين. الطريقة الأولى هي قائمة الكلمات، الكلمة وما يقبلها من التصحيح، والطريقة الثانية هي التعبيرات المنتظمة. قائمة الكلمات مثلا الإسلام هي من الكلمات التي تكتب بهمزة القطع، ظلام يكتب بالضاد بدلا من الضاء، وهنا المكتبة مكتبة، وإعلام تكتب بالهمزة. التعبيرات المنتظمة أو ريجكس يمكن بناء بعض القواعد من هذا الشكل، بحيث أنه نأتي بكل أنواع الكلمات المبنية على الوزن انفعال، وكل ما يمكن من إضافتها بانفعالاتها وانفعالاتها وبالانفعالات ما يمكن، وممكن أن نلخصه في هذا الريجكس، وهذا ما سنراه فيما يخص ويكيبيديا. اسم هذا المشروع هو مشروع غلطاوي أو تصحيح الغلطاوي. هنا هذه الجملة، إذا أردت استعارة كتاب اذهب إلى المكتبة أو الإدارة في الظاهرة أنه يصحح الكلمات التي فيها مشكلة إلى المكتبة أو بالهمزة همزة القطع الإدارة في الظاهرة. بالنسبة لتطبيقات هذا التصحيح التلقائي، يمكن أن قائمة التصحيح التلقائي في برامج المكتبية مثل ليبر أوفيس و أوبن أوفيس، تدقيق مواقع ذات المحتوى الضخم مثل ويكيبيديا وهذا ما يهمنا الآن، مساعدة الكاتب في برامج المراسلات والترجمة، تدقيق المدونات اللغوية، تصحيح استعلامات البحث، ومساعدة الكتابة في الأجهزة المحمولة كالهواتف النقال. تحدثنا عن ويكيبيديا، كان هناك أو ما زال بوت اسمه أخطاء بوت يديره الأخ باسم جاركس. كان هذا المستخدم أو هذا المستخدم هو يقوم بعمل تدقيق إملائي بالاعتماد على التعبير النمطية باستخدام هذا البوت الذي يتصفح المقالات في ويكيبيديا، ثم يجد الأخطاء المختلفة ويصححها. هنا بعض العينات، هذه انطلاق بدون حذف الهمزة، الانتباه حذف الهمزة، وهنا في الاجتماعية حذف الهمزة. هناك مثلا وضع فراغا بين بعد التاء المربوطة، لأن التاء المربوطة دائما تأتي متطرفة. تحدثنا عن التدقيق الإملائي، التصحيح التلقائي. تحدث الآن عن التدقيق اللغوي والنحوي. التدقيق اللغوي يهتم بالكلمة في سياقها، ويشمل النحو، الأسلوب والدلالة. النحو مثلا إلى المواطنون، نصحح إلى المواطنين، لابد أن يكون مجرورا، لم يجري يكون هنا بإزالة حرف العلة الأخير. الأسلوب، القيام بعملية الضرب، يمكن اختصاره وتصحيحها بيضرب، علاوة على ذلك تقال إضافة إلى ذلك. أما بالدلالة فإن بعض الكلمات تساء استخدامها، مثلا كسر القانون، والصحيح خالف القانون، ورجل بسيط نقول رجل غر أو رجل مغفل أو رجل ساذج.
من يمكن أيضا تقسيم الأخطاء إلى التطابق والاستعمال. إذا تحدثنا عن التطابق، التطابق في العدد أو التضاد في العدد، مثلا مثل خمس طالبات، خمسة طالبات، الصحيح أن تكون خمس طالبات وهذا يكون مقابلة بينهما. في النوع مثلا هذا بئر، والبئر هنا من الأسماء التي ليس لها جنس حقيقي، لذا فإنها تسمى مثلا هذه بئر، وهنا مذكورة في القرآن، وبئر معطلة وقصر مشيد. يمكن تصنيف الأخطاء أيضا إلى بعض الحالات مثل التعدي بحرف يحتاجه، بدل ما أقول يحتاجه نقول يحتاج إليه، يعني الفعل يحتاج متعد بحرف. الحركات أو التركيب غير مناسب، تمادى في، تمادى على. وهناك بعض الكلمات مثل كلمة حراك التي ينصح بنطقها حراك مثلا، يمكن إضافة إلى ذلك مثلا بعض التعابير، باب مغلق بدل باب مغلوق، مشكلات من جمع التكسير، مشاكل وليس مشكلات، وقف ذاهلا، وقف مذهولا. مشروع التدقيق، هذا التدقيق النحوي، الأعمال المشابهة، هناك عدد من الأعمال مثل لايت بروف معمول بالبايثون، مايكروسوفت وورد أيضا يقدم هذه الخدمة لكنه مغلق، أرابيك جرام تشيك مغلق أيضا وغير متاح، ولانجويج تول هو مفتوح المصدر قيد التشغيل قيد التنفيذ ومتوفر ومتعدد اللغات. لذا فإن اخترنا دعم العربية في هذا المشروع لإضافة التدقيق اللغوي. برنامج أداة اللغة هو مدقق لغوي نحوي أسلوبي مفتوح المصدر ومتعدد اللغات. هذا عرضه على الموقع languagetool.org، وقد أضيفت العربية مؤخرا. الأمر الذي مثلا في هذا التعبير، الأمر الذي ساءه أنه لا ساءه أنه لم يقل إن شاء الله. الأمر الذي يمكن هنا بدينا هنا، قل إن شاء الله، إن شاء الله هذه الخطأ هنا. الأمر الذي يمكن تصحيحه، هذا الاستخدام كانت أمر ركيك من مدخلات ضعف المترجمين، نقول ما التصحيح سيكون ما ساءه أنه لم يقل إن شاء الله، أو ما لم يقل إن شاء الله مساء. برنامج أداة اللغة يتوفر في عدة أشكال، موقع ويب، تطبيق مكتبي، إضافات كثيرة للمكتبية المختلفة والمتصفحات. في مشروع Language Tool هناك عدة جوانب، الجانب المراباتي مبرمج بلغة جافا مقسم إلى وحدات حسب اللغة، وتمثيل القواعد بلغة XML يتميز بالبرونة، وأيضا يوفر واجهة برمجية. لدعم اللغة، دعم اللغة العربية ينقسم إلى ثلاث أقسام، بناء وحدة البرمجة العربية، بناء قاموس قواعد كشف الأخطاء، وترجمة الواجهة. بالنسبة لويكيبيديا فإن Language Tool يستفيد كثيرا من ويكيبيديا، حيث أنه يعتمد عليها كقاعدة بيانات لتدريب تدريب وحدات اللغة للتعرف، وأيضا يمكن الاستفادة منه أيضا في تصحيح ويكيبيديا، لأنه هو تصحيح ويكيبيديا، تصحيح المقالات وتصحيح الأخطاء الموجودة باستعمال كل الطرق المتاحة. الموارد اللسانية المستخدمة في هذا المشروع هو معجم أخطاء الكتاب، اعتمدنا على قواميس أخطاء الشائعة، هناك عدد آخر من الكتب. التقدم ما حققناه حاليا هو بناء قاموس للكلمات الموسومة tagged words، بناء وحدة اللغة العربية، إنجاز مئات القواعد لكشف الأخطاء، بناء مشروع تحويل الآلي للقواعد إلى صيغة XML، أيضا دعم العربية رسميا في الإصدار ابتداء من الإصدار 4.9، وحاليا الإصدار الحديث هو 5.6. مستقبلا نطمح إلى إعداد قواعد أكثر وتحسين قاموس الوسم، ما زال العمل في بدايته، لذا نرجو من المساهمين والمهتمين الاطلاع على مواد هذا المشروع للمساعدة. هذا العمل نفذ بتعاون فريق عمل على رأسهم دكتور صهيب عفيفي من جامعة أرطوة، وبعض الطلبة في عدة جامعات الذين عملوا على هذا المشروع.
رابط المشروع، المشروع موقع المشروع هو language2.org، ورابط الدعم العربية على جيت هاب. كل هذه البيانات والمعلومات موجودة على جيت هاب. هذه المشاريع المختلفة التي تحدثنا عنها خصوصا فيما يخص التدقيق اللغوي وما يخدم ويكيبيديا، هذا ما يهمنا يعني على العموم، هي جزء من مشاريع أخرى تحدث مشاريع أخرى في اللغة العربية خاصة بخدمة اللغة العربية، منها برنامج قطرب لتصريف الأفعال يساعد في تصريف الأفعال العربية، وهذا استعملناه في عدة برامج. برنامج التشكيل الآلي مشكال، على كثير منكم يستخدم مثل هذا البرنامج، ويمكن حتى تفكير مثلا في إنشاء نسخة لويكيبيديا مشكولة، هذا يتطلب عملا كبيرا. يتوفر تشكيل عدة، كل هذه المشاريع هي مشاريع مفتوحة لذا تتوفر في عدة نسخ. ما يتميز به مشكال هو إمكانية اقتراح التشكيل، يعني إذا كانت عندك، إذا لديك جملة تريد تشكيلها يمكنك تصحيح الأخطاء على المباشر بدلا من كتابتها يدويا. من مشروع مشكال ننتقل إلى مشروع آخر، هو مشروع تحويل النص إلى كلام، دعم العربية في نظام النطق إسبيك، أيضا دعم الكلام في نظام النطق فيستيفال الذي عملنا عليه مؤخرا. هناك أيضا محرك بحث في القرآن الكريم اسمه الفانوس، من أشهر المواقع الخاصة بالبحث في القرآن الكريم. عادة ما تأتي برمجيات التدقيق الإملائي مرفقة ببعض أو مردفة ببعض الأدوات مثل المترادفات وأيضا الأضداد الموجودة أيضا في القاموس أو في ليبر أوفيس، وهذه أيضا من أدوات. هناك كثير من البرامج الأخرى الممكن الاستفادة منها، هي مشاريع مفتوحة المصدر يمكن الاستفادة منها في خدمة ويكيبيديا. كل هذه المشاريع تجدونها على موقع tahdizat.com. بارك الله فيكم، ويمكن أن نستمع إلى بعض الأسئلة المطروحة في هذا المجال.